هدية الجميلة من اللاعب كوادو أسابوا. كوادو أسابوا أمامنا هنا اتعملت حلوة قوي. يا سلام يا جان، يا سلام يا جان، يا سلام يا جان. شوف هنا الهدف وخد جميل، وأسابوا انطلق وبادو اللي بيكمل بالعمق يحط الهدف الأول. هنا لاعب فريق أودينيزي اللي بيسجل في هذه اللقطة الهدف الدولي السادس ليه مع المنتخب الغاني. سجل في مصر، كان سجل في الأمم الإفريقية في مرمى غينيا 2012 في يعني اللقاء اللي كان انتهى 1-1 ثالث اللقاءات.